النهاردة بنحضر الشراكة الاستراتيجية التي تعقد بين شركة باير كروب ساينس العالمية وشركة طيبة للتجارة والتوكيلات بالسوق المصري. النهاردة متواجدين علشان بنعلن انطلاق بارتنر جديد بينضم لباير شركة طيبة عشان نقدم لها الأوثيلو مبيد الحشائش القمح. الحقيقة ده أول مرة بيتم التعاون فيها ما بين شركة باير وشركة طيبة على مركب مهم جدا، وهو مركب أوثيلو. المركب الحقيقة موجه للحشائش الطويلة أو العريضة أو الرفيعة لمحصول القمح. موجودين النهاردة في وجود مركب جديد للقمح الأوثيلو. الحقيقة مزارعي القمح في مصر بيعانوا من مشكلة ظهور الحشائش المختلفة بأنواعها، وكمان بتأثر هذه الحشائش على خفض إنتاجية محصول القمح وكمان زيادة التكاليف وإهدار الثروة القومية من محصول القمح اللي بيعتبر محصول استراتيجي. احنا النهاردة سعداء جدا بإعلان الشراكة بين شركة باير العالمية وشركة طيبة لتوزيع منتج متميز جدا، منتج الأوثيلو في السوق المصري. شركة باير كروب ساينس النهاردة قدمت لنا هذا المركب الرائد، وهو مركب أوثيلو بيقدم لنا حل ابتكاري لحشائش القمح، لأنه بيتم تطبيقه لمرة واحدة، كمان بيواجه مشكلة المقاومة اللي بتقاومها الحشائش لتكرار المبيدات المختلفة من أساليب المكافحة. الأوثيلو هو النسخة الأحدث من مبيدات حشائش القمح، بيتميز بفعالية مؤكدة على كل الحشائش الناجلية الحولية وحشائش عريضة الأوراق في حقول القمح. كمان أكد لنا ندوة النهاردة مع القائمين على العمل من شركة باير وكمان شركة طيبة للتجارة والتوكيلات على أن في إجراءات معينة لازم نتبعها أثناء تطبيق هذا المركب أوثيلو على محصول القمح. بسم الله ما شاء الله، من المركبات اللي هي طفرة جديدة في السوق، والمركب جيد جدا وبيقضى على جميع أنواع الحشائش سواء كانت حولية رفيعة أو عريضة، وهو بيعوضنا عن استخدام مبيدات كتيرة لأنه كفاءته عالية جدا في مكافحة جميع أنواع الحشائش. اشتغلنا بيه على مدار عامين متتاليين 2020 و2021 و2022، كان نتائج عالية. اللي هيشتغل بيه في التوقيت الصح والجرعة الصح هيبقى مفيش مبيد حشائش خالص في القمح، وده طبعا هيفيد المزارع في ان هو يقضي على معظم الحشائش الموجودة في التربة. هينطلق هذا المركب في السوق المصري بالتعاون والاشتراك مع شركة طيبة للتجارة والتوكيلات، وكمان مع الدعم الفني الخاص بالشركة وشركة باير كروب ساينس.